السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة دنيا فرح. اليوم جبت لكم وصفة سهلة. وشنو هي؟ العسيلة. كيفاش تبداي ديري العسيلة قبل ما يبدا، قبل ما يدخل وقت الكاطو؟ انا ما محبيتش نبدا الكاطو بكري، ما نكذبش عليك، باسكو من بعد تقعد مور العيد وتفسد لنا، واحد يرميها. لا لا، نبريباريها على ديرنيير مينوت، واحد يصون صابرين تاني. جو بريفير توجور الكاطو يتبريبارا على ديرنيير مينوت، ما الا قعد شويه مور العيد ما نرموهش، ما نقدروا ناكلو، ما يفسد الناس. كاطو في الكونجيلاتور ما يجيش نفس الكو كيما يكون الاخر. دوكا راح نبدا العسيله، باسكو على بالك العسيله تحقو نتحقوها بزاف في رمضان. كاين اللي يبداو بريباروها قبل رمضان، كاين كل واحد كيفاش دار لها. ليسونسيال واش ديروا. انا شوفوا كيفاش دات العسيله تاعي، بريباريتها. شوفوا هاديه، شوفوا هاديه بريباريتها، هاديه درت لها سكر، كيلا سكر، زوج كيلات سكر. شوفوا درت زوج كيلات سكر، كيلا درتها هنايا تكون مرميطه، حاجه مرميطه كسرونه. انا درت في هذه خشينه شويه تكون ثقيله، وواحده اخرى شوفوا هاي ليك تكون معليش ديروا فيها. انا درت كنت هذه جاتني بزاف اكثر من كاس، هي تقدروا ديروا كاس سكر، زوج كيسان سكر مع كاس ماء، زعما زوج كيلات سكر كيلا ماء. زعما دوك هنايا درت كيلا 6 كيلا كيما هادية، ودرت لها الماء ودرتهم يغلو اوميم طون. دوك هادي راهي تغلي، وهادي راهي تولي كراميليزي، وتشوفوا من بعد كيفاش ندير. هنا عصرت لها هاد الزوج تاع القارص، هادو اللي تشوفوا فيهم عصرتهم هنايا صافي، باش المذاق ومن طون يطوقوا مليح. باسكو درت كميه كبيره، الا درتو كاس ديرو الا درتو كاس ديرو نص حبه قارص. وهابليك كيما راكم تشوفوا هابليك، ودرت هذه كيلت بهذه. انا يعني عندي هذيك تاع 5 كيلو سكر، تقدروا ديرو تاع كيلو ولا قسموا على زوج، ديرو كاس على حسب الكميه اللي راح نطيبوها في الكاطو مع الكاطو تاعكم. وتخرج لكم عسيله هايله صدقوني. وديروا الفرن صغير هذاك اللي يكون على نار قليله، وخيروا اللي ديروا فيه السكر الكراميليزا كيما هكا، خيروا اللي يكون كبير، الكبير اللي ديروا فيه السكر الكراميليزي، باسكو الاخر بعد تفرغوه هنايا، فهمتوني؟ وانا راكم معايا نكمل نحركو حتى الكراميليزا ونتلاقاو. شوفوا هنا السكر او بدا يتكراميليزا، هاي كراميليزا شويه بدات يولي كراميل. بصح انتيا هنا تتحكمي على القوام تاع السكر اللي راح ديريه، زعما ديريه القوام تاع العسيله كيفاش تجيك شويه حمراء بزاف، تجيك كلير، تجيك هنا تتحكمي. دوكا شوفي انا نحبو شويه حمراء هكا كيجي كي العسل تاع صح. شوفوا بداي تحركي، راكي تحركي هكا، راكي تحركي هايليك. وكاين واحد القناه شت دارت العظام تاع التمر في العسيله، والله راني نتردد الا نديرها ولا لا لا. واسمها هي 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 جايه هذيك المراه تلمسانيه، واسمها ام جميله، وصفات جميله هكاك. ليسونسييل تعرف طيب هذيك المراه ثاني كنتبعها انا من ذاك. المهم شوفوا دوكا راهي تحمر، شوفوا كيفاش راهي تولي اللون تاعها. مي ما نزيد لها شويه، ماذا بيا تكون عسيله بطبع. كي ديروا بها المقروط، ديروا بها تلقيها في كل حاجه العسيله، ما كاش كيما العسيله في الدار كي تكون محطوطه وما تخسرلكش. حطيها وين حبيتي، ما تخسرش ما تفسدش، ما تخافيش عليها. هذيك كاين هذاك العظام تاع القارص كيما عصرتو، والاخرى راهي تغلي. شوفوا هاي تغلي هنايا ليسونسييل. شوفوا كل ما راهي تكحل، كل ما راهي تبدل اللون تاعها. هذا هو هنا لاباز تاع العسيله. انتي واش حبيتي اللون اللي حبيتيه تتحكمي فيه انتيا هنايا. شوفوا هكذا، والمغرفه اللي تحركي بها هنا وما تحركيش بها ليك باسكو تولي فيها الماء. حركي غير حركي هنا، وجيبي مغرفه واحده اخرى حركي بها من تم، من بعد تولي تحركي تخلطيهم، تولي تحركي على جهه. شوفوا اللون تاعها كيفاش راهو. كل ما راهي يولي العظمه تاع القارص، عصرت لها على خاطر شي قلت لكم بلي عصرت لها زوج حبه قارص، ولا درتي كاس ديري نص حبه.
وتلمو انا نحب القاص، قد ما ندير القاص نقول معليش نزيد. شوفوا هاي اللون تاعها هكذا، بدا يعجبني هذا اللون، نزيد له شويه باسكو كي نزيد الاخر دونك نزيد له. شوفوا هنا مليح، شوفوا مليح نفرغ باسكو على بالك هنا حاضروا بزاف كي تجوا تفرغوا، باسكو شوفوا التفاعل يكون تفاعل كبير ولازم تحضروا على خاطرش يطير عليكم الماء وتولي كارثه. وحركوا حركوا حركوا بالعقل وبالك وبالك، ولازم يكون نار قليله وديروا لها هكا وحركوا. شوف بالك وبالك على روحكم. شوفوا نزيد نفرغ الاخرى، نفرغها كامل. شوفوا 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 هكا كاميرا كاسيت. هاك مزيان مغرفة تاع اللوح، بريفيرونس تجيبو مغرفة تاع اللوح باسكو تحرقو كامل. شوفوا العسيلة تاعي جاتني غامقة بزاف، بصح انا نحبها هكاك. كل واحد حر يعني، كيما دير السكر يتكراميليزا تماك تخيرو كيفاش القوام تاع العسيلة اللي يجي، على خاطرش كي ديريها فوق الحبه بعد ما تبانش بزاف تولي تبان عادي عسيله، اللون تاع شغل مع الحبه ترونسبارون توجور، يا مقروط يا كيفاش غاطو ديروه. ليسونسييل ما يجيش رحش يجي كحل هكا، ليسونسييل كي تحسلوه يجي. هنايا شوفوا الفرن درتو الصغير كاع فيهم ونحرك بالعقل مده 5 دقائق، كي تخلص 5 دقائق تنحوه ما يكون جاري من بعد هو يتحكم يتماسك، ما تخموش ما تخافوش. وفي دقيقه تكملوا ودرتوا العسل الله يبارك، درتوا عسيله ما شاء الله، وتلقاوها في الكاطو تاعكم وما تخسرش. وكي تجوا ديروا الكاطو تلقاوها على يد انا هذه والله كنت حابه نديرها لكم قبل رمضان، بصح ما ساعدتنيش الحظ ظروف لا غالب، ومن طون انا ما قلت معليش للعيد باسكو نستعملوها في العيد الكاطو كامل نوجدها لهم. باسكو في رمضان تقدروا ديروا كشافسه هكا فيها العسل قلب اللوز، ولا تلقاو العسيله في الدار خير واحد يوجد هاد الحوايج ويقتصد ثاني شويه، ماشي دائما كل حاجه تشري 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 تشري. وسختو مع العيد هذا واللي عندهم دراري يحليلهم والماكله والمصروف تاع الماكله والدراري وشري شري 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 تانيك بزاف. صح شوفوا خيرت هذه هي الكبيره اللي نطيب فيها الجواز وكامل، بصح هذه اللي سلكتني هي خير تكون ثقيله على بالكم، كي تكون ثقيله خير. شوفوا هاي نتحرك هاني شاده بيد ونخدم بيد ها هاكو. شوفوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ما تكونش الاناره بزاف ماشي بزاف، عرفتش انا كوزينتي اصلا ما فيهاش الضوء بزاف، نفتح الطاقه هذيك يردها الريح يغلقها الريح والاخر درت الضوء في الهاتف، بصح ما باليش لا يبان لكم مليح ولا ان شاء الله يبان لكم، ما تكونش اناره ثقيله. بصح صدقوني كي تحطوها ما تحسرش، والله الا باكي حبيت ندير كاطو ولا كش حاجه دركا مي على بالي بلي نهار العيد نهار العيد شوفوا لو جوغ تاع العيد تلقاوه، بصح الدوزيام جوغ سورتو لا سام واحد لا سام صابرين ولا وتمدي صح تمدي كاطو للناس وكامل راح تمديه، مي ما على باليش انا جو بريفير انا ندير دائما كميه كبيره في الحقيقه باسكو نمد بزاف وما نمدش غير حبيبه زوج نمد ماذا بيا كي نمد حاجه بالطبع ولا ما نمدش الا بيها ندير كميه كبيره وفي العيد يعني حتى ولا مديتي يمدولي واش نقول لكم جو بريفير دائما نوجد الكاطو على ديرنيير مينوت احسن يعني ما تمدي ويمدولك وكلش يبقى الكاطو مليح خير باسكو ما حش يجيك الناس نهار الاول ولا دوزيام يقدر يجو حتى سمانه حتى يبقاو الناس تغافر تجي. هذه هي
شوفوا راني نحرك وراني معاكم. هي العسيله تكون جاريه ما تهفكمش كي تكون جاريه هكذا، باسكو من بعد تعقد تولي سوا سوا. لازم 5 دقائق على نار قليله، وانتم تحركوا كيما راكو تشوفوا. هنا شوفوا العسيله بعد ما بردت، على خاطرش كي تكون سخونه تكون جاريه تكون تجري، بصح كي تبرد تولي هكا. شوفوا كيفاش ولا القوام تاعها، درت لكم غير شويه باش تشوفوا. وهكا تقدروا تحكموا، تقدروا ديروها جري على هكا، تقدروا ديروها كيما هكا. ليسونسييل نتوما احرار، واللون تاعها شوفوا كيفاش يولي كي تكون غامقه في الكسرونه ولا وين طيبتوها، تكون غامقه. مي كي تفوت تبرد وكامل تنحوها من الكسرونه هذه كامل تولي اللون تاعها عادي. شوفوا هاي ليك، هذه هي العسيله بعد ما بردت. وطيبوا بها كيما حبيتوا، انا ما على باليش يعني تلقاوها تكونوا انس تلقاوها. حبيت لكم عرفتوني وريت لكم قبل مي لا غالب، معليش ما مدوكا تحقوها. وتهلاو في روحتكم وصحة فطوركم وصحة رمضانكم، ولا تبعتلكم كش فيديو ما بعتلكمش، صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، سلام، بقاو على خير، سلام.